القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. أنا سمعت لقاء نيافة الأنبا بشوقي وبعذره في كل كلمة بيقولها، وعذر مبني على حاجتين: إما أنه لا يعرف وله ظروف أنه لم يدرس، ولكن لا أعذره في الاندفاع المحموم. مفيش عذر لأسقف يندفع بالعواطف والتشنجات في قضاء إيمانه. في خلاف إيماني بيني وبينك، كويس، نحتكم إلى كتب التاريخ وإلى الآباء، واكتب، اكتب ردود على الحاجات، الكتب اللي نزلت في السوق. لكن الكلام في الميكروفون ما ينفعش. وبعدين ايه علاقة الأسرة الإنجليكانية بالكلام انت بتقوله؟ هو الحقيقة مش انجليكان. يعني ايه علاقة امك واختك بفكرك اللاهوتي؟ مفيش. محدش بينسب ليك خطايا الاسرة بتاعتك او كرامتهم او تعليمهم. وبعدين لما انت دخلت كلية الهندسة ودرست مع مدرسين أغلبهم مسلمين، ما حدش اتهمك بأنك اخترت مدرسين، ما حدش اتهمك بأن دراستك مع مدرسين مسلمين في جامعة اسكندرية هو سبب تأثرك بالإسلام. الإسلام ثقافة، ثقافة عامة في المجتمع المصري وكلنا متأثرين بيها، وانت اول واحد عندك ثقافة اسلامية ظاهرة بوضوح. وانا طبعا الموضوع ده مش هفتحه في الوقت الحاضر، ولي مناسبة معينة لما تيجي. لكن مالكش عذر المرة في انك تنكر تعليم مدون. الإنسان خالد بالطبيعة يعني غير مخلوق، والكلام مش لي أنا، لا، الكلام للقديس أثناسيوس الرسولي في تجسد الكلمة. الكتاب اللي أنت ما درستوش وما تعرفوش. وبعدين أنا هقول لك النص بالفصل بالصفحة وأسيبك تدور. يبقى سيدي كلام أصلا مش ليك، الكلام للإخوة والأخوات اللي كانوا بيسمعوك، ما دول يهموني. لكن بوجه الحديث ليك لأنك ذكرتني بالاسم. يعني أنا طلبتك في مجمع عام وأشفق عليك الحياة نيافة الأنبا شنوده، وقلت له هاته يا ريت أتقابل معاك قدام الأساقفة عشان أعرف الأساقفة أنت تبقى مين. في اللاهوت مش علاقتك الشخصية،
ملهاش دعوة بخطاياك، ملهاش دعوة بملفاتك الموجودة في الأمن، الحاجات اللي اتسربت عنك، كل دي أمور أنا ملهاش دعوة بيها. أنا يهمني العقيدة. الفصل الرابع من تجسد الكلمة، ترجمة الدكتور جوزيف موريس، ومراجعة جورج بيباوي على اليوناني وعلى الترجمات الإنجليزية. فسيدي، فالإنسان فان بطبيعته لأنه خلق من العدم، إلا أنه بسبب خلقته على صورة الله الكائن كان يمكن أن يقاوم قوة الفناء الطبيعي ويبقى في عدم فناء لو أنه أبقى الله في معرفته. يعني الإنسان خالد بالطبيعة، بتقول الصورة الإلهية هي الحرية والخلود والعقل. يا راجل اعقل، ده هي عدم الوجود، هي عدم الوجود هي القوة اللي لا يمكن أن تنسب إلا لكائن جاء بعد كده. ففي فقرة خمسة، فقرة في فصل أربعة، اللي بيسميها أساس الحالة الطبيعية حالة عدم الوجود، قد دعوا إلى الوجود بقوة الكلمة. يعني إزاي الله يدعو إلى الوجود من له وجود خالد؟ إزاي يعني؟ خالد تعني إله. والرسول بولس بيقول الذي له وحده عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه. ده انت مش فاهم الكلام اللي بتقوله في الكنيسة، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي، قدوس الذي لا يموت. فكان ممكنا أن يقاوم قوة الفناء الطبيعي ويبقى في عدم فناء لو أنه أبقى في معرفته، أبقى الله في معرفته، كما تقول الحكمة حفظ الشرائع تحقيق عدم البلاء. ولكن أنا قلت أنكم أنكم آلهة وبان عليه كلكم تسقطون لآخر الكلام. وبعدين لما الله قال للإنسان موتا تموت، هو أثناسيوس بيقول ايه يعني، ايه يعني موتا تموت؟ لا، موتا تموت في فصل ثلاثة فقرة خمسة، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لا تعني بالقطع مجرد الموت فقط، بل البقاء في فساد الموت إلى الأبد. آه، أنت وثني فعلا، لأن دي عقيدة الفراعنة، إن النفس لا تموت والروح لا تموت وإنها تفضل موجودة حية. عشان كده حنطوا الأجساد عشان تيجي الروح تتعرف على الجسد. موتا تموت. وبعدين طب الإنسان لم يهلك ليه؟ ودي بقى النقطة اللي ما تخشش في الفكر القانوني اللي دخل الكنيسة من أيام أنسلم، واللي أنت ونيافة الأنبا موسى بكل أسف متحمسين جدا دي، لأنكم فاكرين إن الشريعة والفهم القانوني للإيمان يديكم سلطان كهنوتي. مش صحيح، لأنه أصلا ما فيش سلطان كهنوتي، السلطان هو سلطان الروح القدس مش بتاعك. ما تقدرش أنت كإنسان زيك زي أي إنسان في الكنيسة تقول عندك سلطان. عندك سلطان، سلطان إيه؟ سلطان إيه؟ الروح هو الذي يعمل بيك، يا ريت تعمل بيك. وهيعمل تقول ايه؟ يجي يقعد معايا وانضف له مخه. يا راجل اعقل، يا راجل اعقل. انت من مواليد سنه 42، انا لسه راجع من موضوع الخلود. لا اقول لك انا اكبر منك، يعني
ما علموكش في البيت، همسك بقى في عيلتك بقى، ما علموكش في البيت انك تحترم واحد اكبر منك في السن. انا مواليد سنه 38، انت مواليد سنه 42 حسب النص المذكور على الانترنت. انا بتكلم بكلام، كلامي مظبوط، ما بخرفش. ف يوم انا دخلت الكليريكيه في سنه 56 كان عندك 14 سنه، يوم ما ابونا مينا طلع القرعه الكليه بلسانك كنت في الثانويه، ثانويه ايه؟ انا 17 سنه. ممكن تكون ثانويه عامه، ممكن قوي، لكن انا كنت سنه ثالثه في الكليريكيه. وبعدين بتقول اسيس مصر القديمه، يا راجل اختشى عيب، كان ابونا مين المتوحد، كان اب اعتراف، يا راجل عيب عليك. اسيس مين مصر القديمه؟ بتسميه هم اسس مصر القديمه دول مجهولين، بتسميه كان ابونا مين المتوحد، وهو اللي وصى عليا ادخل الكليريكيه لابونا مكاري السرياني، لابونا مكاري كان تلميذه في الرهبنه، تلميذه في الاعتراف، عشان ادخل الكليريكيه. دخلت الكليريكيه شهر متاخر بعد بدء الدراسه بسبب مشاكل بيني وبين الاسره. راجل عيب عليك، انت سريع الكذب ليه؟ ما امسكك يعلم الله في سماه حق انبا غريغوريوس، حق انبا يؤنس المتنيح، مش هسيبه. بتكذب ليه؟ اوريجينوس ما قالش ان الشيطان هيخلص، ده اعداء اوريجينوس قالوا هذا الكلام عنه، وانا ما قلتوش، انا ما قلتوش، وما حصلش اي حوار على الحته دي. والأم شنو ده عارف؟ بتكذب ليه؟ ايه اللي يخليك تكذب وتقول خلاص 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 الهالكين وخلاص الشياطين؟ ايه علاقة خلاص الشياطين يا رئيس قسم اللاهوت بخلود الانسان؟ انا عاوز افهم. احنا ما ان ننتهي، يعني لم ننتهي الى العدم، لان اثناسيوس الفصل الخامس بيقول فقرة 4 كان سيصبح من غير اللائق ان تهلك الخليقة وترجع الى العدم بالفساد. تلك الخليقة التي خلقت عاقلة وكان لها شركة في الكلمة. وأيضا لأنه سيكون من غير الجدير بصراحة الله أن تفنى خليقته بسبب غواة الشيطان البشر. ومن ناحية أخرى كان سيصبح من غير اللائق على الإطلاق أن تتلاشى صنعة الله بيد البشر. يعني الإنسان دمر نفسه إما بسبب إهمالهم أو بسبب غواة الشياطين. فماذا كان على الله أن يفعله؟ فيترك الفساد يسيطر على البشر والموت يسود عليهم؟ إزاي يسود الموت على واحد خالد؟ ما أنا جاي لك الكلام أصله كتير ويتقال علشان يكشف أصلك الوثني. ما المنفعة إذا من خلقتهم منذ البدء؟ كان من الأفضل بالحري ألا يخلقوا بالمرة من أن يخلقوا وبعد ذلك يهملوا ويفنوا. صفحة 16 من كتاب تجسد الكلمة، والفصل السادس ابتداء من الفقرة 4 5 6 7. فحتى المعلم السكندري يقول فلأن الله أهمل ولم يبالي بهلاك صناعته لأظهر إهمال هذا ضعفه وليس صلاح. لو أن الله خلق الإنسان ثم أهمله لكان هذا ضعفا أكثر مما لم يكن لم يخلقه أصلا. يعني أن الله حفظ الإنسان من أن يصل إلى العدم، هو أصل أنت مش فاهم أن في فرق بين الفناء وبين العدم. الفناء هو أن الإنسان ينتهي وجوده كإنسان، تعود النفس أو الروح إلى الله ويعود الجسد إلى التراب، ما عندكش إنسان، انتهت الخلقة ما عادش فيه إنسان على الأرض. فإذا ماذا كان يفعل الله؟
تعالى بقى نتحاسب، لا حساب عسير وحساب حسير عسير، لأن ال 32 اتهام اللي بتتكلم عنهم زي الاتهامات اللي مش عارف 20 و30 اللي عملتهم على ضد أبونا البراموسي. هذا يعني أنت بتتكلم من دماغك. أبونا سرافيم يا سيدي، شيء عجيب جدا. ده هو فعلا سرافيم ملتهب بالمحبة الإلهية، عشان كده الراجل ساكت ما يردش عليك. راهب زي أبونا متى المسكين، ما كان راهب اتشتم زي ما اتشتم وما ردش. يوم 30 تام دول طلعوا بعد قرار حرماني مش قبلها. وبتكذب ليه؟ لما حصل لقاء في مطرانية كفر الشيخ بحضور متنيح الأنبا يؤنس، كان الكلام على الإبخارستية، وأنا كنت رايح ومصمم على نقاش علني أمام طلبة الكلية الإكليريكية المسائية في طنطا، وما رضيش الأنبا يؤنس، ما رضيش، خاف عليك وخاف على كرامتك، وقال لي مش عاوز الموضوع يكبر. اتهمتني بحاجات أنا ما قلتهاش، وفي القعدة مع الأنبا يونس بان أصلك ومعرفتك إنك ما تعرفش حاجة، ما تعرفش تاريخ، ما تعرفش اللاهوت، ما تعرفش كتاب مقدس، ما تعرفش قبطي اللي هي اللغة اللي بنتكلم بيها في الكنيسة بتاعتنا، لغة القداسات، لغة الكنيسة بتاعتك اللي أنت عملوك فيها مطران كده في يعني لحظة من لحظات الضعف. يا سيدي أنبا شنو ده بطرك؟ ما بقولش بابا، لأن بابا ده مش لقب كهنوتي، ده أب بابا، دي كلمة معناها أب، مش هقول عليه أب. هقول لك ليه وأفكر لقباط، ليه ما بقولش إنه أب؟ إزاي عامل الأنبا غريغوريوس؟ إزاي أنبا غريغوريوس قبل الدكتور نصبي لوقا في شركة الكنيسة، فاستنى عليه الأنبا شنودة لحد ما يموت ويمنع صلاة الجناز؟ ده اب. انا اقول بابا؟ لا، هو الانبا شنوده، لان الكهنوت له احترامه ووجوده برغم مساوئ الكهنه ورغم المساوئ بتاعتك، انت اسقف ايضا، ورغم ما انا اعرفه عنك وعن حياتك الشخصيه انت اسقف. يحاسبك المسيح الان، انا مش هحاسبك. وبعدين موسى صبري، القس ابراهيم عبد السيد تتمنى عنه صوت الجناز، ابونا دانيال وديع، وانا جورج بيباول لما اختلفت معاه بيقول لي في مكتبه، مكتب انبا شنوده، لما تموت مش هنصلي عليك. فضحكت، قلت له يا سيدنا انا بحضر الجناز العام اللي اتعمل اللي بيتعمل في احد الشعانين كل سنه، فواحد من دول كفايه كفايه صلى عليه. ده اب يقول لابنه لما تموت، يعني عاوزنا نموت، وبعدين يقول لي مش هصلي عليك. قلت انا قلت لك صلي عليا، وقلت لهم محدش عارف مين هيموت قبل التاني، جاز انا فعلا اموت قبليك. هذا الكلام يا انبا بشوي ينفي صفه الابوه. واقرا جوابات الرجل الذي مات مقهورا، استاذنا العزيز نيافه الانبا غريغوريوس، اقرا الجوابات اللي كتبها نيافه الانبا يؤنس ليا واللي منشوره على الكبتولوجي، اقرا في اللقاء اللي حصل بعد كده بدي الانبا بشويه. ما دام انت بقى يعني بتقول لي انا اخليه يسكت 10 سنين، لا يا ابدا، 10 سنين ليه؟ ده انت اللي هتسكت لو عندك حياء وما عندكش الوقاحه اللي موجوده في كلامك. بتتهجم على الايمان الكنسي، تقول انسان خلف بالطبيعه. ما انا اقول لك في اجتماع دي الانبا بشوي حضروا المتنبي انبا يونس، حضروا الانبا بخمس، حضروا الانبا توفيرس، حضروا الانبا شنوده، وحضرته انت، وحضر جزء منه الانبا
رئيس دير الأنبا بشوي، راجل طاهر نقي كويس. وكان على مناسبة نشر كتاب التطهيرات الجسدية، والناشر كان في لبنان، وعملت له محاكمة يوم السبت. أفضحك، وأنت صاحب الفتوى في الاجتماع ده اللي حصل، وطلبت من قداسة البابا، شوف، وكنت لسه بكلمك كأب، قلت له عاوز تسجيل للوقائع الجلسة، اديني شريط كاسيت. ما ادانيش. ليه؟ لأنك أنت وإحنا قاعدين بتطلعت فتوى لا يجوز للقبط أن يتبرع بدمه للمسلم، لأن دمه، دم القبطي، في دم المسيح. فقلت لك قدام لمبه شنو ده، ممكن تكتب الكلام ده على ورقه وتديهولي؟ فقمت هتكتب لانك متهور، لكن أم شنو ده اذكى منك بكتير كتير قوي، مفيش مقارنه. انت بتحتمي بيه وهو اذكى منك واشطر منك، هو عند ربنا، وانت لسه يعني نتمنى لك أن تستنير. فقال لك مش تسأله هيعمل إيه بالورقة دي؟ صحيح. فقال لي، سألني السؤال، قلت له هاخدها وهروح جريدة الأهرام وهتهم الأمة بشوب الخيانة الوطنية. لما لقيت إيه؟ اللي فيه دم المسيح. ده انت تصورك للأفخارستية تصور جاي من اتجاهك، في حاجة ركبت في دماغك اسمها الطبيعة، اسمها الزمان، اسمها الطاقة، شغل الميكانيكا. ما درستش لاهوت يا راجل، بس انا يعني مش عارف اكلمك لك ما درستش. ما هو الكلام في تجسد الكلمة كلام واضح صريح. التناول قبل خلق العالم، المذيع بتاعك اللي انت جاي بيقول لك اقرا إيه رد الانبا كرولز، طب بلاش قبل خلق العالم، ما بقى همزكك بقى في حتة. صدقني مش هسيبك، وده مش هكون التسجيل الاول، هنزل عليك حلقة أو حلقتين كل أسبوع، ما دام أنت بقى شاطر في الميكروفون، صدقني أنا أشطر منك. أنت تروح اللي فين؟ ما أنا بقول لك، أنا لما كنت في الإكليريكية سنة 57، أنت عندك 15 سنة، تعرف يعني الكنيسة؟ تعرف يعني أبونا مين متوحد؟ ولا حاجة. في القلعة الكنيسة سنة 59 كان 17 سنة. يا راجل عيب، عيب عليك. ما كانش ليك علاقة بالكنيسة. 59 أنا كنت في سنة ثالثة في الكلية الإكليريكية. وكان أبونا مين لو هو أب كنوز ساز؟ كان أب اعترافي. هو لما بنمسك كتب الآباء البرية بيقول قال فلان لفلان كلام. هل هذا الكلام عليه شهود؟ لا، ما عليهش شهود. ده كلام قيل في جلسات خاصة وفي جلسات اعتراف وجلسات تدبير الإخوة الرهبان. يا راجل عيب عليك، أنت مش عارف النظام الكنسي اللي موجود في الكنيسه. طبعا كان اب اعترافي، كنت بروح له بكلمه باخد رايه حتى هو بطرد. يا سيدي، قبل خلق العالم، هو رسول بولس اصله مش من كفر الشيخ، ومدرسه عندك لاهوت، مسكين بولس الرسول، مسكين. يا رب اتقابل معاك في مجمع قدام ابي الاسقفه عشان احطك في مكانك الصحيح. لما بيقول رسول بولس مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي اختارنا فيه قبل تاسيس العالم، الازمنه السابقه على خلق العالم، ودم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل تاسيس العالم، مش اللي اندفع ثمن لخطايا البشر، الجنان اللي جالنا من اوروبا
في القرن الـ16، ودخل من كتب ماكنتوش ومن كتب سبيرجن، وأصبح في كتاب عقيدة الفداء والكفارة بتاع نيافتك. هو مش من 2000 سنة قعد المسيح رب المجد بعد التلميذ في حلية صهيون وأسس سر الإبخارستية؟ هو بعد 2000 سنة بقى اللي بيمارس الإبخارستية والأب الكاهن ولا المسيح؟ مين؟ ده هو المسيح. واقرا القداس، ما انت القداس مش فاهمه، لان في دماغك المسيح فوق وانت الاله اللي على الارض. ما هو التاله اللي فيك بان، بس بان على اوحش حاجه. يقول لي تعالى يقعد معايا انضف له مخه، ده ما حدش يقدر ينضف مخ انسان الا الله. الاستناره هي اعمل روح القدس في كل خدمتنا، في التعليم، في الوعظ، في الكتابه، الذي ينير عقل اي انسان هو الله مش انسان. احنا خدام الله، بياخد كلامنا ويوصله القلوب، وده ما يكفيش، يعمل الروح القدس في قلوب الناس، ويعمل رب يسوع المسيح في فهم وادراك كل انسان، لانه الكلمه اللوجوس طبعا. امتى خدت مكان المسيح؟ طيب بعد 2000 سنة المسيح هو اللي بيدينه، هو اللي بيدينا الأفخارستية، هو اللي بيدي جسد ودم، وده موجود في القداس الغوري بألفاظ قاطعة لا تقبل النقاش. إنما أنت اللي بتعمل القداس، دي مصيبة كبيرة، مصيبة. ده انت خادم السر. قل اعطيتني اصعاد جسدك خبز وخمر، انت تخدم السر. ده موضوع لا جدال عليه، وانا عارف اطلع لي 10 اتهامات كعادتك من طريقتك. اصل ما بيقولش، اصل ما قالش زي ما عملتها مع ابونا الصرافين. ما قلتش ايه؟ ما هو قدام انبا يونس بتقول انت ما قلتش، قلت لك ما قلتش ايه؟ ما الرب يسوع بيقول انا والاب واحد، فما قالش الروح القدس فاتوا حكمه، فسكت. اما انس مات على نفسه من الضحك، فاكر دي ولا مش فاكر دي؟ لما الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس ونشهد امام الله وامام الملائكه المختارين، فما جابش لا الابن ولا الروح فاتوا حكمه. هو ما قالش ايه؟ ده الكلام ده استخدم في أحط الصور للحوارات الدينية في مصر للقضاء على المفكرين المصريين. أنت ما قلتش كذا، مش أنت قلت، لا أنت ما قلتش. تتعلم الحوار المحط ليه يا راجل؟ بعد 2000 سنة سايب الدنيا جالس قدام، قاعد فوق وانت على الارض اله ابدا. هو يخدم السر، وهو الذي اعطى تلاميذ القديسين في ذلك الزمان الان ايضا اعطنا. بيقول الخادم ايا كان، اعطينا نحن وشعبك يا سيدنا. يعني فكلام الخلاجيات لما الاباء الكبار الشيوخ ربونا على كتب الكنيسة، طلعنا أرثوذكسيين حقيقيين. راجل اختشي، اقرا كتب الكنيسة. فألفين سنة بينك وبين القداس الإلهي والمسيح يعطي جسد ودم، لأن عطية الجسد والدم مش عطية زمنية، في حاجة اسمها النية والإرادة. أما ما تذكره عن الأب فيلمون خسارة، ما تعرفوش. لن تطرح بنت بدير لن بمار، ولا تعرف ولا شفت ولا اتكلمت معاه ولا ليك علاقة بيه. انت كنت فين؟
في سنة 56 57 58 57 60 كنت فين؟ شفتش يا عين؟ ما صحش تخدع المستمعين وتحشر نفسك في أمور أنت أصلك ما كانش ليك فيها وجود جسداني، بس ملكوت حتى بجسدك. يا أخي شيء غريب، لما أنت كان عندك 15 سنة وأنا في الإكليركية. يعني لسه بتاخد مصروف من والدك إن كان عايش. ما قالكش والدك عيب احترم الأكبر منك في السن؟ تقول له واحد أكبر منك في السن أنا أضف لك مخك. أبونا مينا لما كان عنده الواحد أكبر منه كان يقول له يا عم فلان. لما ده واحد أصغر منه يقول له تعالى يا ابني يا حبيب أبوك. هذا كان أب. إنما الأنبا شنودة يهددني بأن لو هموت مش هيصلوا عليا. لا أنا أقول عليه بابا، لا هو الأنبا شنودة. بطل الكنيسة خد وضع يد جلس أقيم بقوة روح القدس في الكنيسة ده موضوع أنا ما بحسوش لأن دي تربيتي. هل أنت تقول لي انضميت للكنيسة الإنجليكانية؟ شيء غريب. الجواب اللي معاك ده سنة كام في الأول؟ ما هو أصل التاريخ ملاش وجود في الثقافة المصرية المعاصرة. سنة كام؟ وكلمة ريسيف دي معناها انضميت؟ راجل هفضحك، اداني هفضحك، رايح مع الأم أنطونيوس مورقس وهو لا زال قيد الحياة، وده راجل نظيف شريف حر. تشتكيني لرئيس أساقفة كانتربيري رئيس الكنيسة الإنجلكانية في إنجلترا، تقول له جورج بيباوي ده ضابط في المخابرات المصرية، ده كلام تقوله وأنت تعلم إنه كذب؟ فالراجل قال لك هتجسس على إيه؟ أنا كنت أدرس في كلية لاهوت. يا أخي يا أخي أنت أخويا في الإنسانية، بكل أسف كل أسف أنك أخويا في الإنسانية. ليه؟ طب أنت مش عارف تاكل عيش؟ مش عارف تربي ولادي؟ مش عايز نعيش؟ ولا أنت ولما شنو ده اللي قال لي أخليك تقف تشحت على أبواب الكنايس؟ ليه؟ عملت إيه؟ تأله الإنسان مش تأليه الإنسان. تأله الإنسان. وأنا حقيقة أريد أن أقول لك بكل صراحة اتبسطت من كلامك عن التأله لأنه ده 180 درجة استدار. مبروك عليك. أهنئك. صدقني أهنئك من كل قلبي، مش وأنا مش متبسخر بيك. هسامحك على كل اللي فات. على الكلام اللي قلته على التأله. ليه؟ لأن الأنبا سيرابيون قدم بقى حسب دير الأنبا بشوي. اوعى تفتكر انا قاعد في امريكا ما مش عارف اللي بيحصل، لا انا عارف كل اللي بيحصل وبيكلمون اسخف عنك. زملاتك في الخدمه كلموني، انا ما اتصلش بحد. فلما الانبا سيرابيون قدم بحث ممتاز جدا وانت داخل تعمل معركه مع ابونا سرافيم سكت. ليه؟ نصوص اباء. رد عليك الراجل مين وخادم، رد عليك رد قوي جدا فسكت. النقطة الحاسمة التي أدت إلى قرار حلماني كان موضوع شركة الطبيعة اللي هي، والكلام موجود ومطبوع في قرارات المجمع اللي كنت أنت سكرتيره. وأرجع لك بقى للخلود. هو الإنسان خالد بالطبيعة يا اخوة يا اخوات، عدوا معايا بقى على صوابعكم. انا خالد بالطبيعة حسب تعليم المطران، وانت مطران غصب عني الحياة.
لو أدرك آباء الكنيسة حقيقة كيانك وفكرك لرجعوك الدير. لكن إحنا يعني في زمن رجل يوصف بأنه تودرس، يعني عطية الله، رجل طيب جدا جدا ومسامح وبتشتم وساب حقه عند ربنا، وانت شتمتني انت والمذيع، قلت علي ان يهودي ملحد وده سب علني، وممكن اوديك محكمة الجنايات لكن انا مسيحي، ايه رأيك بقى؟ انا مسيحي وكان لازم اقدمك المحكمة من 30 سنة فاتت، لان عندي الشرايط الاصلية اللي انت زورتها، انت ما تعرفش دي، ولكن انا مسيحي، انا اخسر ملكوت السماوات بسببك، يبقى ما عنديش حاجه. مش حكمة، أنا يهودي ملحد، عندي كتاب عن الإلحاد، عندي كتاب عن اليهودية، ده اللي أساس يهودي وأنت جنب. هو لما بنقول في صلاة الأجبية اللي ربما أنت بتصليها، وبأعمالي ليس لي خلاص، هو الخلاص بالأعمال ولا بالتوبة، الخلاص هبة من الله لمن يؤمن، لمن يؤمن، والكلام ده قلناه، مش إيماني هو سبب خلاصي، سبب خلاصي هو الله، وإيماني هو الطريق الذي يوصل إلى الخلاص. محلش الإيمان محل النعمة، ودي المصيبة، دي المصيبة الكبيرة، إن إحنا بنتكلم عن الخلاص بالأعمال. أنا أخش السماء الأعمال الجيدة، وانت بقى وثني الميزان بتاع الفراعنه، حط قلبك في حته وزن اعمالك وشوف انت تروح فين. اتمنى تقابل معاك في مجمع، صدقني اتمنى، واكرر هذا الطلب علنا على اليوتيوب، وبقول لقداسة البابا تدروس، يا اب الاباء وأنت عطية الله في زمان أخبر، صدقني صعبان عليا جدا وضعك، إنك محاط بناس منافقين وكذابين، ولكن الله لن يتركك. ها قول لي بقى سيدي، متحاسب واحد، أما هبة الله فهي حياة أبدية. ازاي الحياة الأبدية تعطى لإنسان خالد بالطبيعة؟ فهمني، وتقول لي هقرا لك نص من سفر الرؤيا يخليك تسكت 10 سنين. طب يا أخي العزيز، أنت أخويا في الإنسانية، وأقول لك بكل أسف لازم أستحملك، أنا مسيحي، قبل ما أكون دكتور، قبل ما أكون مدرس، قبل ما أكون أي شيء، أنا مسيحي، بالمسيح سأخلص، بالمعرفة لن أخلص، الخلاص بالمعرفة أما بشوي، اسمه في تاريخ الكنيسة اللي أنت ما تعرفوش اسمه هرطقة الغنوصيين. فلو خدت 100 دكتوراه مش هخلص، ولا ليا قيمة عند ربنا، ولما تقول باسم كده يا جورج حلو، ولا اسم صح صحيح. فأنا أقول لك يا مكرم بقى، ده من الأسماء يعني لذيذة عندك، أقول لك باسمك العلماني، لأن أصل بغيروا الأسماء في الرسامة لعلك تتمسك بالصورة الجديدة، صورة الخلقة الجديدة، لعلك. فأنا آخذ حياة أبدية تضاف إلى الخلود اللي عندي، ليه؟ ما أنا خالد، الحياة الأبدية هي الخلود، هي immortality، eternal life immortality، دي كلها كلمات جاية من مصادر مختلفة ولكنها تصب في اتجاه واحد، وهو الميراث الأبدي للإنسان. ده الرسول بولس بيتكلم عن الإنسان في رومية 8 بيقول إيه؟ ووارثون الله في الملكوت،
أحد جوانب الخلود في الحياة الأبدية والملكوت. والرب يسوع بيقول إيه؟ لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. أصلي هو في مرض متحكم في الشخصية القبطية، وهو الشعور بالذنب. ماسك الأعمال الصالحة في الطرات الجسدية، ها، وقوانين نازلة على الناس وفتاوي وسيطرة على كل شيء. يا راجل اختشي، ده انت كنت بتروح تسأل زوجات الكهنة اذا كان الكهن بينام معاهم في عشية القداس ولا لا. راجل اختشي، عيب عليك تعمل كده. وهي عملت نفسك مفتش، تفوت تلف على بيوت الاباء الكهنة، تجمع كتبه ونوتة المسكين. ده منظر يعظم الله في سماه. لو في بلدنا حرص على حرية الإنسان وكرامته، وفي محكمة تحاكم على انتهاك الحقوق وحرية الإنسان، كنت انت اتبهدلت. كنت أول واحد تتحاكم عليه كنت انت. معنا في مجتمع بيقبل العنف وبيقبل دونية الإنسان، ثقافة. أنا كده احنا متدلدلين في الآخر، وكل الجهود لدفع مصر القدام تصاب بانتهاكات وتصاب برجوع للخلف. كان في دكتور شوقي، مش كان عقيد الحرقة، كتب قصة اسمها التقدم إلى الخلف وما إلى الرقابة. فأمر رئيس جمال عبد الناصر رحمه الله أكبر رحمة بطبع القصة. اعتبرت نقد لنظام عبد الناصر، فسمح بيه عبد الناصر. ليه؟ لأن القضاء على حرية الفكر هو ما يحدث حاليا في الكنيسة القبطية، مش من الأمة بطاودروس ولا من الأمة رفائيل، وإنما منك أنت ومن الأمة أرمية ومن الأمة بنيامين، وبقول الأسماء، ومن الأمة بولا. ليه كده؟ لازم الأقباط يتحطوا تحت سيدكم. ليه؟ لأن الخلود عندكم. طب يا أستاذ رئيس قسم اللاهوت في معهد الأسس القبطية، الحياة الأبدية. النقطة الثانية، لو أنت عندك حياة أبدية في طبيعتك، ذاتك، أنا الله ينير عقلك وقلبك، صدقني من قلبي. بس القداس بتقول إيه؟ يقعد عنا خلاصاً على جسد الرب ودمه، وحياة أبدية لكل من يتناول منه. ليه؟ لما أنت عندك حياة أبدية فيك، أنت بالطبيعة خالد. المعضلة يا أيها الرجل الثاني بعد قصة البابا، أنا ما أعرفش إمتى حصل تصويت وادوله كذا لقب، ما أعرفش. وكان عندك 15 لقب، رصدهم رجل تقي جدا وحطهم لك في كتاب من كتبه. وأنا قريتهم الحقيقة واندهشت. من إمتى خدت أنت الألقاب دي؟ حياة أبدية لما تناولهم؟ وبقى فيه موضوع بسيط جدا. النعمة كانت الصورة الإلهية ونزعت، فمات الإنسان، مات روحيا طبعا. والموت الروحي هو الجهل بالله، والموت الروحي هو فقدان الوعي، وعي الإنسان بذاته. ده الموت الروحي. ما بتقراش لا العظات الروحية القديس مكاريوس ولا الفصول الـ200 بتاع فوتيكي عن التمييز والإفراز، ولا كتابات لاباء اللاهوتين الكبار. وياريتك يعني النعمة تزور قلبك وتقرأ إشعياء السورياني.
طلعوا عن الاسطوري كده بالعافيه، وانت ما تعرفش حاجه عن الاسطوريه صدقني. هات لي كتاب عربي عن الاسطوريه، مفيش غير نكرة الأم غلوريوس. فالنعمة تصبح طبيعة في الإنسان بعد يوم الدينونة. ليه؟ لكي تصبح أمام الإنسان دائما الاختيار الحر، اختار النعمة حرا. طبعا، ودي نقطة حساسة جدا في اللغة الأرثوذكسي ما اتشرحتش ليك. التأله هو اختيار حر، وهو تأله بالمحبة. ويشهد الرب يسوع المسيح على كل كلمة، لولا نعمة الله لولا برد عليك. بس أنا صعبان علي الناس، بس لما أنت لا بد نسيبك، سيبك في الطريق الغوالي أنت ماشي فيه، لأن الرب يسوع المسيح سينزع عنك نعمة الكهنوت علنا وأمام الشعب، وهتشوف نداني نداني. هي مسألة وقت. أنا تقول عندي كلام مش عاوز أنشره عشان مش خاطر مش عاوز أضره. طيب يا سيدي، لمعلوماتك بقى، سلمت نسخة من هذا الفيديو للإف بي آي بحث الفيدرالية، لألا الشيطان يلعب بعقلك وتوزع لأي حد من أصحابك يقتلني. فليه؟ استنى لحد ما الشر يكبر. فسلمت نسخة معهد الفيدرالية عشان يشوف في ايه، وعندهم ناس تعرف عربي كويس قوي. تهددني؟ طيب، النعمة تصبح طبيعة فينا بالاختيار، والاختيار هو ثمرة المحبة. محبة حقيقية بدون اختيار. ما بنسمعش الكلام ده في الكنيسة يا مبابشوي، لأن الكنيسة لا تتكلم عن الحرية. ما تقوليش بهاجم الكنيسة، ما هاجمش الكنيسة. 1900 سنة لا يمكن اختزالها في شخصك، إنما المعلمين الكذبة اللي بيسحقوا عقول وضمائر الأقباط. النعمة تصبح طبيعة فينا، مش فيش تأرجح. يظل الإنسان يثابر بكلام رسول بولس، إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. النمو لأن في اختيار دائم للعطية، وابتعاد دائم عن الصورة القديمة ليتجددوا، تجديد من جوه وتغيير الشكل الخارجي، تجديد أذهانكم. ده الكلام اللي بيتقال، وده الكلام المظبوط، اللي غيره يبقى غلط. ليه؟ لأن الخلود يعطى في المعمودية. ده انت صلوات المعمودية اللي انت بتصليها أكيد عمدت حد، خدت لك قرشين أكيد. أنا عندنا يعني الفخفخة كذاب، عندنا يجيب البطران يا عم، يجيب البطرك يا عم. اقرا صلوات المعموديه في الكتاب، كتاب ام الشهداء، هتلاقي ان الانسان داخل الكنيسه ميت ويعطى حياه في سر المعموديه. النقطه الثالثه، التبني. التبني يا سيدي، يا سيدي الباشا، التبني، التبني دي علاقه خارجيه، شركه كده من بره. لما الرسول بولس في غلاطي 4 بيقول أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا أبا أيها الأب، فإن كنت ابنا فأنت وارث. ده اللي بيورثنا الملكوت هو نعمة التبني. نعمة، وأنا مبسوط منك صدقني، صدقني مبسوط منك لما رجعت عن كلامك عن التألم وغيرته خالص. كويس، ده شيء فرح قلبي رغم الكلام الوحش اللي قلته في الأول. قلت زي بعض، لكن مين قال؟ هات نص يا راجل، احترم نفسك.
واحترم الكنيسة اللي انت بتخدم فيها، احترم عقول السامعين، ما تعلموش الناس الكذب. مين قال ان احنا مساوين للمسيح؟ مين؟ مين؟ فين النص المكتوب؟ فين النص المسموع؟ هتزوره؟ مين ابونا متى قال كده؟ ما قالش. انا قلت كده؟ ما قلتش. من عندي كتاب المشاركة الطبيعة الإلهية وبحط فيه كلام أساسي. طبعا فالتبني الحياة الأبدية، التبني القيامة من الأموات. وأنا بقى هنا جاي لك في كذبة كبيرة، بتكذب ليه؟ أما شنودة دون أن يدري، لأنه مدرسة التاريخ، في كتاب 5 تأملات في أسبوع الألام، والكتاب موجود. لا أنا مش هقراه، حسيب المستمعين اللي عندهم ضمائر حية يقروا. يقول لك إن رب يسوع المسيح ما قالش كلوا خذوا هذا هو لاهوتي، بل قال خذوا كلوا هذا هو جسدي ناسوتي. كلام مسطور اللي حكم عليه في مجمع أفسس. وبعدين تيجي أنت تتشطر تدافع عن خطأ وتدافع عليه، تقول لا لا ده دم المسيح متحد باللاهوت. ده تعبير مسطوري. دم المسيح متحد باللاهوت، دم ابن الله، وانت في القداس الالهي يا راجل. ايه العيب؟ بتقول جسد دم عمانوئيل الهنا هذا هو بالحقيقه. امين. ده جسد ودم متحد باللاهوت. ده الكائن الاقنوم الحي غالب الحياه غالب الموت، سوري، واهب الحياه غالب الموت. عيب عليك، عيب. بتهد قداس الكنيسه. عارف ليه بقى دم متحد باللاهوت مرفوض ليه؟ أشيخ فكر فيها لمدة دقيقة. لا لا دقيقة كتير عليك. من أجل الإخوة والأخوات اللي كانوا قاعدين بيسمعوك. أنا دمي متحد باللاهوت المسيح. وجسدي متحد باللاهوت المسيح. بالتأكيد. وإلا راح القداس ليه؟ رايح القداس ليه؟ عشان اقول الويا باي بيبي، واخد لقمه البركه، واشرب شطمان من الصينيه. دي الذبيحه الالهيه، الذبيحه الالهيه غير المائته السمائيه. ده احنا في القداس بنقول له وحدتنا بيك والفتنا بيك وطهرتنا وكطهر ابنك الوحيد قداس الكورلوسي. طبعا ده كلام عليا وعليك، ان دمي انا فيه متحد باللاهوت الابن. طبعا هتقولي طب الله الحق اهو وقع في ارتقى. لا مش ارتقى ولا حاجه، انت مش فاهم ان في فرق بين واحد متجسد والاقنوم الثاني والالوهه طبيعه فيه بتاعته هو دي كائن بالاقنوم لما نقول في القداس الالهي. واحد بياخد نعمه فالنعمه تلمسه وتسكن فيه الالوهه طبعا فتتحد به. لكن الفرق كبير جدا بين ان يخلي ذاته وياخذ صوره عبد ويتحد بالطبيعه الانسانيه ويبقى متحدا بالطبيعه الانسانيه الى الابد، وبيني انا اللي انا باخد وبختار وبنمو وبكبر وبمشي في طريق الاتحاد الى ان انتقل للمجد. وده رجاءنا في الرب يسوع. بالمناسبه كده يعني على الماشي، انا ما سمعتكش تقول الرب يسوع، ما اتهمتكش على طريقتك، ما قلتش الرب يسوع، بتقول السيد المسيح والمسيح. انا بقى ابويا الروحي ابونا مينا لما حفظني الابصاليات قال لي يا ابني تقول الرب يسوع، لان في كل مره بتقول فيها الرب يسوع الذي ينطق بهذا الاعتراف والروح القدس، زي ما الرسول بولس علمنا لا يستطيع احد ان يقول رب الا بالروح القدس. هتقول لي برضه ما قالش كده؟ مين بقى اللي ما قالش كده؟ ابونا مينا ولا بولس الرسول؟ يعني ساعات انا اسمع كلامك
بقول يعني مش عارف. فإذا إحنا انتهينا هنا ونقف عند نقطة الخلود، ونكمل بقى على موضوع التألف، لأنك أصلك ألهت الإنسان بالطبيعة دون أن تدري. لم أنا بقى صلى الله مثاله خالد عاقل حر، طب وأنت محتاج المسيح ليه؟ أنت خالد وعاقل وحر. فالموت الذي دخل العالم بحسد إبليس ما هدموش، مش محتاج انه يتهدم. هتقولي موت الجسد؟ لا، موت الجسد موت الروح ايضا. والموت الروحي مش معناه ان الروح تنعدم. الله في تدبيره. ودي انا نفسي يبقى عندنا لجنه الاصلاح اللي ترجي وتستعيد مكانه يوم السبت الكبير. واقرا بقى صلاه القسمه بتاع السبت الكبير، يسوع المسيح ذو الاسم، راه لزنازل الى الجحيم ابطى سلطان الهويه. يعني فيها قوه وعزه ابن الله اللي طول اسبوع الالام بنقول ها سقط تجوم لمبيونا بزمونا بأمايا شأنيع الى اخر الكلام. ليه؟ عزه والمجد يسوع المسيح. وأنا الموت الثاني عاوزك تراجع تفسير سفر رؤيا لبيتافيوس عندي، الحلقة الثانية هجيبه هقراهولك. وكلم صاحبك أنبا أرميا، قول له أنبا أرميا نزلت كتاب عن قناة السويس وزعته ببلاش، لا أنت وزير إعلام ولا وزير ثقافة ولا مطلوب منك، كنت مثلا جبت تفسير سفر رؤيا لابن كاتب قيصر وطبعته عندك الطبعة الهائلة اللي انت عملتها، بتثبت يعني ولاياك للدولة المصرية يعني؟ ليه؟ مشكوك في ولاياك يعني؟ انت مالك من الدولة وقناة السويس؟ هو احتفال عظيم جدا، ومشروعات الرئيس يعني الله يحفظه ينجيه من كل اولاد السوق ماشية، هتجيب ثمر بالصبر طول الانا والاحتمال طبعا. طب كنت مثلا طلع كتاب تفسير انجيل متى لذهب الفم؟ كنت حطيت فلوسك يا راجل في كتاب من كتب الكنيسه؟ ده مركز الاباء، الاخوه مركز الاباء ما عندهمش فلوس يطبعوا كتب الاباء. الرد على الاريوسيين يطلع في كتب صغيره، كتيبات صغيره. طب اديهم قرشين من الفلوس اللي عندك اطبعوا مجلد لاثناسيوس، تحط فيه رسالة الوثنيين، تجسد الكلمة ورد على الأروسيين وحياة أنطونيوس. يعني ده التراث الكنسي القبطي، ما يهمش واحد زيك مركز الثقافة القبطي ما يطلعش كتاب عن آباء الكنيسة. أنا عندي الكتاب دهوني واحد صديق كويس، بس لازم التكلفة المخيفة دي كنت طبعت بيها كتابين ثلاثة من كتب الكنيسة. تبقى هو مشروع اتعمل بجيب خير لمصر صحيح، إنما المشروع ده كانت يعمله الهيئة العامة للكتاب أو وزير الإعلام أو اتحاد إذاعة التلفزيون، مش أنت بتبين نفسك يعني أنك أنت يعني خدام الدولة يعني؟ لا بسيط، بينت نفسك، كشفت اوراقك، اخر الكلام يا اما بشويه. وهنرجع لموضوع التأله، لا انا مش سايبك. لا انا مش سايبك، مش عايز اطول على الاخوه المستمعين عشان ما يزهقوش من الكلام. اخر كلمه اقولها لك، الموت الذي داخل الى العالم حسب ابليس هدمته، لان احنا هدم الموت بظهور رب المحيي وحفظنا من الاندثار ومن الفناء لكي لا نعود الى العالم، لان كان في تدبير
وفي فرق بين الحياة الأبدية للمؤمنين اللي فيها شركة فعلية في الثالوث، والعذاب الأبدي لغير المؤمنين التي ليس فيها لا معرفة بالله ولا شركة في الثالوث. طبعا فرق كبير، فرق كبير خالص. لنا عودة معك في موضوع تقليل الإنسان، ولن أتركك. لو شاطر رد علي بكتاب، الميكروفونات ما تنفعش، ده شغل الأحزاب وشغل التجارة وشغل الناس اللي ليهم أجندات سيئة. مش داعي نقول هم مين. سماهم الرئيس الجيل الرابع، وانت ماشي مع الجيل الرابع. احنا عارفين انت بتمول مين، وعارفين مين اللي بيكتب لك قدامي، وعارفين انبر ما بيعمل ايه، عارفين كل اوراقكم مكشوفه. ولكن الحساب الاخير عند الله. يعني بعد الكلام اللي قلته بطلب لك الرحمه، ورخ الاستناره من رب يسوع. انا بكرهك ليه؟ ليه؟ عشان ده انت والام مشنود عملتوا في اكبر خدمه. حرمتوني؟ متشكر. طردتوني؟ متشكر. خدت حريه 180 درجه. ما حدش من الاقباط يقدر يقول ربع الكلام اللي انا بقوله النهارده. لكن لان انا بقيت حر بقى، ما خلاص زي ما سولجينيتسن بيقول في كتاب الدائره الاولى، جردونا من كل حاجه، فلما جردونا من كل شيء لم يعد لهم القدره على السيطره علينا. صحيح. شتمتني، شتمت ابويا، شتمت امي، اتهمتني بالكذب، واتهمتني بنظام المخابرات، وطلعت لي قائمة اتهامات كلها كذب وكلها تخريف، واتحرمت مرتين، مش مرة واحدة، لا مرتين. فخلاص أصبحت حر 100%. كل اللي أنا عاوز أقوله بقى بقوله وبكتبه وبنشره. ولم تتجاسر أنت على الرد على كتاب واحد. امسك الميكروفون، لا رد. انا عارف لما ترد هتغلط، زي غلطة الخلود. يا وثني ارجع للمسيح وعش في شركة المسيح الرب المخلص. طبعا هو لما انا بقول يا حضرة المذيع اتقال له بدع لم تحاكم، دي مسخرة. ده انا بسخر. اصل البدعه التي لم تحاكم مش بدعه، ده معناه انك انت معرفه عرفتك بالتاريخ يا اخ يا مذيع. ما انتش عارف، ما انتش عارف تاريخ الكنيسه، ولا قدامك عارف تاريخ الكنيسه. هو بقى يرد عليك ويقول لك لا احنا عملنا اجتماع في دير مش عارف الانبا بشوي وبتوقيع قداسه البابا. طب ما طلع كلامك في اجتماع دير الانبا بشوي بعدها بشويه سنين، طلع كلامك انه كلام فشوش كله، بتعبير الاخوه اللي بيطلعوا في الاعلام فنكوش. كله فنكوش. وهو اللي فيه تقلب. وطلع بقى قرار بحمايه الانبا سرابيوس. وابونا انبا لا كنت اقول ابونا انبا باسيليوس، لا ابونا باسيليوس المقاري. وابونا سرافيم. واباء الرهبان دير ابو مقار. الدير المحروم اللي كنت بتقول على الدير المحروم. الله يرحمك. ويرحم الكنيسة وينزل عليك مطر النعمة الإلهية ويغسلك ويقدسك. مش أنا اللي هنضف لك مخك، لا أبدا، اللي هنضف مخك الروح القدس. وإليه نلجأ، فهو المعزي والمعين وله المجد مع الآب ومع الابن من الآن للأبد. أمين. Oh, Lord.